ايوا الا ما سافرش غادي يجي ويجري عليا. خصنا نديرو شي حل يحيى. انا ما غاديش ندخل ونخرج من القصر بحال شي شفاره. شنو غادي ندير يا ماما؟ شنو ندير؟ نمشي عند خويا ونقول ليه سمح لماما؟ واخا نقولها لي سلطان ما غاديش يجاوبني. شنو بغيتيني ندير يا يحيى؟ واش ما كفاه جرى عليا من الدار؟ الا نجدت غدا تهضر في المحكمه ديك الساعه غادي نتبهدل قدام الناس كاملين، وما غاديش نقدر نشوف فيهم مازال، وغادي نشوه مزيان مع الناس. الا جات على سلطان بغاني ندخل الحبس ونتعاقب من الفوق. ما تخافيش احماتي، انا غادي نزورك يوميا ونجيب لك الماكله، وزيدون تجي معك الزعيمه ديال شي عصابه. تخيلي معايا من لالا حفيظه الحفيظه زعيمه العصابه، انتظرونا قريبا على شاشتكم. يا سبحان الله علياء، قول لي انت ما عندك ما يدار في الكوزينه؟ يلا تحركي. خويا انت ما سافرتيش؟ لا ما سافرتش. شنو وقع لوجهك؟ ما وقع والو، ما تخافيش. فين كنتي؟ عند المحامي. اخويا كنترجاك ما تعصبش، ولكن بالي مشغول بزاف. الا نجدات مشى قال شي حاجه شنو غادي يوقع لماما؟ ما غادي يوقع والو، نجدات ما عندوش شهود بلي ماماك هي اللي حرضاتو. انت سولتي؟ انت عارفه بلي ما غاديش نسافت ماما للحبس، ولكن ما تقولي والو، بغيتها تبقى خايفه حتى نهار المحكمه. صافي. كان وعدك بلي ما نقول والو، ولكن فرحت بزاف. واحد الحاجه اخرى اخويا، ولكن ما تقولش بلي انا اللي قلت لك. ماما في الدار. زهراء، انا صراحه ما فهمت والو، نتوما اليوم كاملين غتسطوني وما تخليوش العقل بالمره.